أعلن متظاهرو ساحة الحبوب في الناصرية عن وقف مشروط للتصعيد في مظاهر الاحتجاج السلمي بعد قيام القوات العراقية بالإفراج عن ناشطين في التظاهرات تم اعتقالهم في وقت سابق. أجبرت قبل أكثر من شهر قامت أحد العصابات التابعة لأحد الميليشيات باقتحام ساحة الحبوبي وقتل 7 متظاهرين وحرق خيمهم وإجبارهم على الانسحاب. احنا بدورنا حفاظا للدماء ايدنا يعني مجبرين ايدنا الانسحاب، قلنا لهم شبابنا حفاظا على دماءكم حاولوا انه نطلع احنا نتظاهر كل جمعه او باقي الايام الاسبوع